يعني احنا نستغرب يعني. ثانيا مثل ما تفضل، والله لو اكو اسرائيلي واحد باربيل اقليم كردستان، فلا امريكا ايران تتجرأ ان تقصف مو مقر او حتى تفكر بقصفها. احنا الرساله واضحه، واعتقد يعني فجر امس عندما فجر اليوم عفوا عندما سقط الصواريخ وبعد دقائق تغريده سماحه السيد، اعتقد هي واضحه. يعني احنا الامور كلها امام الشعب العراقي وامام الراي العالمي واضح وصريح، استهداف اربيل اقليم كردستان العراق من قبل ايران وفي هذا التوقيت. يعني احنا ما سمعنا اخبار ايرانيه بوجود استهداف من قبل مسيرات اسرائيليه على كرمانشاه. ومثل ما تفضل بيه دكتور علاء، هو خبير امني يعني يعرف انه المقاومات الموجوده لدى والامكانيه العسكريه لدى ايران. هل من المعقول انه مسيرات تصل من اربيل لكرمانشاه وتقصف وترجع وبدون ايران حتى ما تطلق عليه طلقه واحده او تعلن عنها؟